أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام: جهود لافتتاح قاعة لامتحانات الثانوية العامة داخل سجن المنصورة. ومن عدن تايم: نزاع حول مساحة أرض لا تتعدى مترين يودي بحياة مواطن في لحج. ومن موقع ارفع صوتك: موقع دولي يتساءل بماذا يفكر اليمنيون عندما يسمعون تفجيرات الإرهابيين. ومن القدس: ألمانيا تحتجز مواطنين صينيين قلدوا هتلر في أداء التحية. أهلا بكم. كما لو كان عنوانا لصحيفة صادرة منتصف القرن التاسع عشر، لكنه جاء أمس في صحيفة فرنسية وفقا لموقع يمن مونيتور. فقد عنونت صحيفة فرنسية: اليمن بلد سجين الكوليرا. وقال الكاتب جون فيليب ريمي من صحيفة ليموند الفرنسية أن الشعب اليمني يعيش مأساة حقيقية جراء استفحال وباء الكوليرا في البلد. وأشار الصحفي في مقاله الذي ترجمته إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى أنه زار مستشفى الجمهورية بمدينة عدن، وهو عبارة عن مبنى صغير معزول حسب وصفه، إذ يتم معالجة معظم حالات الكوليرا، فالدخول إليه لن يعطيك شعورا بالضجيج بل حركة بطيئة يخترقها أنين، وهات المصابين الذين يسمعون صوتهم أو يسمع صوتهم ليلا ونهارا. وبحسب الكاتب: المرضى الموضوعون فوق ناقلات وأسرة ضيقة، عيونهم جوفاء تحدق في الفراغ، يريدون فقط التمسك بالحياة. وأفاد الكاتب في مقاله إنه التقى بممرضة يمنية متعبة من الوضع، حيث عبرت له عن تخوفها من انتقال الوباء أكثر نحو الأحياء التي يعيش فيها أقارب المصابين، فهم يعيشون مع بعض لا سيما الصيادين، حيث بدأ المستشفى يستقبل أولى الحالات. الطلاب المسجونون في عدن سيكون بإمكانهم الامتحان، ووفقا لصحيفة الأيام فإن هناك قاعة لامتحانات الثانوية العامة داخل سجن المنصورة. وقالت الصحيفة إن منسقية حقوق الإنسان بمحافظة لحج حياة الرحيبي مع مدير سجن المنصورة بحثت إمكانية ترتيب امتحانات طلاب ثانوية عامة محتجزين في السجن لم يتمكنوا من إدراك الامتحانات الوزارية العامة التي انتهت الأسبوع الفائت. وخلال زيارة المنسقة الحقوقية للسجن، ناقشت مع المدير نقيب الهريري إمكانية إعادة الامتحانات لطلاب الثانوية من أبناء لحج كحالة استثنائية. وقالت الصحيفة إن مدير السجن وافق على تجهيز قاعة للامتحانات داخل المعتقل، على أن تقوم الرحيبي بالتنسيق مع مدير مكتب التربية والتعليم ومدير أمن لحج لرفع قائمة بأسماء الطلاب المحتجزين الذين سيتقدمون للامتحانات داخل السجن، ثم رفع القائمة لوزارة التربية والتعليم لاعتمادها. يبقونه بأيديهم كل هذا الوقت كضمانة أكيدة لنجاتهم، فلا يعلمون حتى اللحظة أنه كلما طال بقاء القيادي الإصلاحي محمد قحطان في سجنهم ازداد حنق اليمنيين عليهم وعلى ميليشياتهم. وقل مثل ذلك عن كل أسرة يمنية اختطفوا ولدها أو والدها. هكذا استهل محمد الجماعي مقاله المشهور في موقع الجزيرة نت، مضيفا في أجزاء من المقال: عامان وقحطان في معتقلات الميليشيا، وذلك لا يعني سوى أنه يرفضهم حتى آخر نفس لديه، ويرفض الانحناء لعواصفهم أو ترغيبهم وترهيبهم، وإنه لسور منيع فعلا. منذ 20 عاما وقحطان يعلمون القيم الوطنية التي يضحي من أجلها الآن في قيده وزنزانته، وعندي يقين أنه مطمئن البال مرتاح الضمير، واثق بأنه قد زرع زرعه وبات يحصد الثمار. مثل قحطان يأتي 3000 مختطف ما يزالون في سجون الدولة التي يسيطر عليها قطعان الانقلاب وزنابيلهم أذناب صالح، وكلهم أسوار منيعة لهذه الجمهورية الأصيلة. على رأس هؤلاء زملاء الصحفيون 15 وقيادات عسكرية فذة كالصبيحي ورجب وناصر منصور، ومئات الحفاظ وخطباء المساجد وسادة العمل الخيري والاجتماعي في اليمن.
وتشهد قضايا قريبة عن حوادث تعذيب حتى الموت، وفي تناولنا الإعلامي حسبناهم ضحايا وهم كذلك في القانون والإنسانية، لكنهم في الحقيقة أبطال رفضوا الابتذال في أسواق الانقلابيين، فعذبوهم عذبوهم وعذبوهم حتى الموت، والموت آخر جدران الخوف. في الأوطان العزيزة تذهب كل أمنيات الطغاة في تركيع أحرارها كل مذهب، وإذ يصبح الموت شهادة والجراح أوسمة ونياشين عند هؤلاء، يتجه الطغاة إلى محاولة الإذلال، وما تفجير البيوت ونهب الممتلكات ورفع الشعارات على جدران بيوت المعارضين ثم تقييد حرية من استطاعوا تقييد حركته ووضع الأغلال في قدميه إمعاناً في تحطيمه من الداخل، وهيهات. قحطان واحد من طويلي النفس أقوياء الشكيمة يعذبهم كل يوم وكل لحظة ومع كل صورة أو هاشتاج. مذعوراً طلب المخلوع من الحوثيين أن يقتحموا غرفة نوم قحطان، لكن الأخير عاد إليها وأطلق على انقلابهم لفظ انتفاجة، ووعد قحطان بأنها ستزول عما قريب. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة العديد من العناوين، منها قوات النخبة في شبوة تنفذ أول عملية مداهمة وتعتقل ابن عم العولقي، وعنوان من العاصمة المؤقتة محافظ عدن يفتح النار على الجميع ويكشف عن فساد كبير وتعرضه لمحاولات اغتيال، مصدر رئاسي خطط عسكرية للسيطرة على ميناء الحديدة، وعنوان الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الانقلابيين لإرسال الإيرادات إلى البنك في عدن، وأخيرا الحكومة تؤكد مقتل 11,000 شخص منذ بدء الانقلاب بينهم 1,080 طفلا. في موقع عدن تايم، مصرع مواطن على مساحة أرض لا تتعدى المترين بلحج، ويقول الموقع قتل مواطن في قرية زايدة القريبة من منطقة الحسيني مديرية تبن بمحافظة لحج، وكشف مصدر أمني بمحافظة لحج لعدن تايم تفاصيل الواقعة قائلا سبب ارتكاب الجريمة كان على مساحة أرض لا تتعدى المترين تفصل بينهم. أوضح المصدر أن المتهم أقدم على قتل جاره ويدعى بدر عبد الرب بسبب مساحة أرض لا تتجاوز مترين فقط تفصل بين منزل المجني عليه والجاني في منطقة زايدة تبن لحج قبل أن يلوذ بالفرار. ومضى المصدر موضحا عقب تلقينا خبر ارتكاب جريمة قتل، تحركت قوة أمنية إلى مكان الحادث حيث باشرت عمليات بحث وتعقب للمتهم ليتم القبض عليه في الأخير وإيداعه السجن. ماذا يتبادر إلى أذهان اليمنيين عندما يسمعون تفجيرات؟ يحاول مراسل موقع ارفع صوتك في صنعاء الإجابة ويقول في تقرير منذ اندلاع الجولة الأخيرة من الصراع الدامي في اليمن منتصف العام 2014، اعتاد معظم اليمنيين على مشاهدة القتل اليومي الذي يطال عشرات المدنيين الأبرياء في غمرة الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد. ويضيف التقرير تظل التفجيرات والهجمات الانتحارية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية من قبل القاعدة وداعش الأكثر بشاعة من وجهة نظر الكثيرين. يقول الشاب اليمني عمران محمد الذي كان يتحدث للموقع حول أول شيء يتبادر إلى ذهني فور سماعه لخبر عن هجوم أو تفجير إرهابي، مع كل تفجير إرهابي ينتابني شعور مزدوج بالأسى على الضحايا والاستهجان للجريمة. بجانبه يقول عادل عبد المغني وهو صحفي يمني فضلا عن الشعور بالحزن والألم تتبادر إلى ذهني تساؤلات عدة حول ما الذي يدفع إنسان إلى إنهاء حياته وحياة آخرين بتفجير انتحاري. أما أمجد علي المتخرج حديثا من كلية الطب بصنعاء فيقول أتذكر على الفور العمليات الانتحارية الدامية التي شاهدتها على شاشات التلفاز، أتذكر دماء الضحايا ومعاناة الجرحى الذين يصبح كثير منهم معاقين. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
بقليل من التأمل تكتمل الصورة. أجندة، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. على الصعيد السياسي، قالت صحيفة العرب الجديد نقلا عن ولد الشيخ والذي كشف أن هناك بوادر لاستضافة سلطنة عمان لقاءات للأطراف اليمنية، وأكد على أهمية تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث. ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن ولد الشيخ أنه بسبب موقف السلطنة الإيجابي والحيادي فيما يخص القضية اليمنية، فإن هناك بوادر لاستضافة السلطنة لقاءات أطراف الأزمة اليمنية. وأشار ولد الشيخ في تصريحه إلى أن زيارته حالية إلى مسقط جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للقيام بجولة جديدة في المنطقة من أجل إيجاد مدخل لحل القضية اليمنية. وكشف المبعوث الأممي أن من ضمن الأفكار المطروحة حاليا إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، وأن هناك دعما لعقد مشاورات ولقاءات جديدة بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع صالح سابقا للتحدث معهم حول مبادرة الأمم المتحدة. وقال ولد الشيخ أنه سيقوم بزيارة إلى الأردن وأخرى للقاء الرئيس هادي المتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض لإطلاعه على مبادرة الحديدة. وحول مبادرة ولد الشيخ، شكك وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية إمكانية أن تحقق خطة السلام التي عرضها ولد الشيخ أحمد أهدافها في ظل رفض الحوثيين وعلي صالح كل جهود السلام الدولية. وقال المخلافي لصحيفة الحياة اللندنية أن جولة المبعوث الأممي بدأت في مسقط لمحاولة الضغط على الميليشيات وإلزامها الاستجابة للجهود الدولية، مشددا على دعم الحكومة الشرعية تحركات السلام. وأضاف: ندعم المبعوث الأممي في كل تحركاته من أجل تطبيق القرارات الأممية والسلام وفقا للمرجعيات الثلاث المحددة إياها، لافتا إلى تأييد الحكومة اليمنية مبادرة المبعوث الأممي الأخيرة التي أيدها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الخاص بالحديدة والإيرادات والمرتبات. وقال المخلافي: وعود إسماعيل ولد الشيخ ومبادراته تصطدم بعقبة أساسية وهي رفض الميليشيات المقترحات الأممية. صحيفة الاتحاد الإماراتية تعنون: 36 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإنتاج الزراعي في اليمن. مسؤول في البنك الدولي قال إن البنك اعتمد مشروعا بقيمة 36 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج ودعم الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو. أضاف المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم في بيان صحفي أن المشروع يهدف إلى استعادة الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة ومساعدة الأسر الفقيرة من خلال تحسين الإنتاج الزراعي الذي يؤدي إلى تحسين مستويات الدخل والتغذية. أوضح المسؤول الدولي أن المشروع سيمول تحسين إدارة موارد الأراضي والمياه للمجتمعات المحلية وبناء قدرات مقدمي الخدمات الرئيسيين مثل البيطريين وموردي البذور والمعدات الزراعية من أجل تزويد قطاع الزراعة بالدعم الذي يحتاج إليه للصمود في وجه الصدمات. ترامب مصمم على نسف الاتفاق النووي الإيراني. تحت هذا العنوان كتب جون غلاسير مقاله الذي تعيد صحيفة الغد نشره. وقال الكاتب: حتى نكون واضحين، فإن أي ضربة محدودة توجه ضد المنشآت النووية الإيرانية لن تكون محدودة لوقت طويل. أولاً، الضربة المحدودة لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو الموزع في كل أنحاء البلد وفيه عدة مرافق مدفونة تحت الأرض. وحتى من أجل تنفيذ ضربات محدودة، يجب على الولايات المتحدة استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية، مما سيثير على الأرجح حملة أوسع بكثير. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المرجح أن ترد إيران بالاستسلام والخنوع، وإنما بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وشن هجمات متوازية ضد الأصول والحلفاء الأمريكيين والسعي صراحة وعلنا إلى امتلاك قدرة الأسلحة النووية بشكل جديد
وهي ردود سوف تولد دعوات من أجل عمل عسكري أكبر في دورة خطيرة من التصعيد. من حسن الطالع أن لدى إدارة ترامب حالياً معركة صعبة لتدمير الصفقة النووية وإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الطريق المفضية إلى الحرب. أولاً، ثمة مسؤولون حكوميون كبار عدة يعرضون هذا الطريق على ما يبدو. ثانياً، سيواجه البيت الأبيض تثبيطاً كبيراً من الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين وسائر المجموعة الدولية. وثالثاً، إذا كان دفع إدارة أوباما الفاشل في العام 2013 لتوسيع رقعة الحرب في سوريا يشكل مؤشراً، فإن الشعب الأمريكي لن يتحمل صراعاً رئيسياً مكلفاً آخر. إن الصفقة النووية الإيرانية تعمل، وإذا تم تمزيقها وذهبت أمريكا إلى التخبط مرة أخرى في فشل مأساوي آخر في الشرق الأوسط، فإن ذلك سيكون خطأ واشنطن. فدعونا نأمل بأن يفكر ترامب بشكل أفضل في الموضوع. ومن الأخبار الأكثر قراءة ما وردته صحيفة القدس العربي بأن السلطات الألمانية احتجزت سائحين اثنين من الصين بعدما وقفا أمام مبنى البرلمان الألماني وأديا تحية تعود لهتلر. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن السائحين مرة أخرى بعدما دفع كل منهما كفالة تقدر ب 500 يورو. يشار إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و49 عام إذا استخدموا إشارات خاصة بمنظمات غير دستورية. وتضيف الصحيفة في التفاصيل أن اثنين من حراس الأمن لاحظا الرجلين وهما يؤديان هذه التحية المخالفة أمام مبنى البرلمان وقاما فورا بإبلاغ الشرطة. وفي مقال آخر، وعندما اكتشف عدم وجود مدينة ترفيهية يمكن لابنته المعاقة أن تمرح فيها، قرر أب أمريكي من ولاية تكساس أن يبني واحدة. هذا ما نقلته أو ما نقله موقع شبكة البي بي سي. وأضافت غوردون هورتمان كان يراقب محاولات ابنته اللعب مع بعض الأطفال وتكوين صداقات معهم، لكنهم غادروا حوض السباحة قبل أن يتحقق ذلك. ورجح هورتمان أن الأطفال ابتعدوا عن ابنته لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع شخص معاق، إذ أن عمر مورغان العقلي لا يتجاوز 5 سنوات بسبب إصابتها بالتوحد. ومن هنا بدأت فكرة بناء مدينة ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة تداعب مخيلة مورغان الأب. سأل الأب الأمريكي وزوجته ماغي وغيرهما من الآباء والأمهات عن أفضل الأماكن التي يمكن أخذ ابنتهما إليها كي تشعر بالارتياح، لكنه قال في نهاية المطاف: أدركنا أن هذا المكان لا وجود له. لذلك قرر الأب قبل 10 سنوات أن يؤسس المكان بنفسه، إذ كانت لديه شركة لتطوير العقاري باعها ليؤسس جمعية غوردون هورتمان فاميلي، وهي مؤسسة غير ربحية تستهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أعلن في ذلك العام تأسيس أول مدينة ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في العالم. القافزون من السفن. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وقال الكاتب: على امتداد التاريخ كان هناك من يتشبثون بالجمر حتى النهاية ويبقون على مواقفهم لأنها ليست ثيابا تستبدل يوميا، مقابل آخرين مزودين بحاسة شم مشحوذة ومدربة تحرز المصير، خصوصا إذا كان مأساويا قبل حدوثه. لهذا لا يمكن الحكم بالجملة وعلى الإطلاق على فئة أو شريحة، سواء كانت سياسية أو ثقافية وذات نشاط فكري. لكن عصرنا ازدهر فيه القفز من السفن عندما توشك على الغرق، أو حين يثقب أحد ركابها من الحمقى قاعها تحت مقعده باعتبار ذلك من حقه، أو حين ترتطم بجبل جليد كما حدث للسفينة العملاقة تايتانيك قبل أكثر من قرن. وقد يكون ربع الساعة الأخير في أي قضية هو الاختبار الميداني لمعادن البشر، بحيث يتضح الفارق بين النحاس المطلي بماء الذهب والذهب الأصيل. وربما لهذا السبب قيل في الماضي إن الناس يتفاوتون من حيث الصلابة والقيمة كالمعادن. وما جرى في أكثر من عاصمة عربية خلال هذا العقد كان مناسبة أنموذجية لفرز القافزين من السفن الغارقة عن المنسجمين مع أنفسهم بمعزل عن كونهم محقين أو على خطأ. أما الربط بين القافز من السفينة بعد تعرضها للخطر وبين الفئران،
فهو تعبير رمزي عن الإنسان الذي يتحول إلى رهينة ويفقد إرادته ويتحول إلى مجرد شيء كما يقول الفلاسفة الوجوديون. لكن أطرف ما في هذه الكوميديا السوداء هو ما يكتبه القافزون من السفن من مذكرات. في جولتنا المصورة، الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قرر الاعتزال عن مباشرة مهامه الملكية عقب 65 عاما من العمل العام. صحيفة العرب الجديد نشرت صورا لحفل اعتزاله، تعالوا لنتابعها معا. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.